كلنا بنتعرف على ناس وكلنا بننصدم ببعض الناس، والصدمة تخلينا نزعل ونحزن ونتألم. بس المشكلة مش هون، المشكلة إنه المشاعر السلبية اللي بنحملها تجاه اللي أساءوا إلنا بتدور بعقلنا نحن مش بعقلهم هم، وبالتالي بيتعكر مزاجنا نحن مش مزاجهم هم، وبنستهلك مشاعرنا إلنا مش مشاعرهم هم، ومننزع حياتنا نحن مش حياتهم هم. لهيك نصيحة، تخلص من أثقالك حتى تقدر تتفرغ للجاي والباقي من حياتك.